أعلن اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي الاستعانة بموظفي هيئة النيابة الإدارية لمعاونة القضاة الذين سيديرون العملية الانتخابية في النادي الخميس المقبل. وكان شمس قد تلقى من اللجنة الأولمبية خطابا رسميا يفيد بموافقتها على طلب الأهلي قيام موظفي النادي بمعاونة القضاة تطبيقا للبند رقم 16 من اللائحة الاسترشادية، إلا أن قائمة محمود الخطيب اعترضت على ذلك، واستجاب شمس لهذا الطلب حماية لموظفي النادي من أي اتهامات أو شكوك. وسيعقد شمس مؤتمرا صحفيا ظهر الغد للحديث عن كافة إجراءات وخطوات العملية الانتخابية وتقديم شكل الصندوق الانتخابي واستمارة التصويت.